بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش مجموعة تمارين السلسلة الثالثة في ميدان الظواهر الكهربائية للسن الرابعة متوسط، في موضوع أو في وحدة التوتر والتيار الكهربائي. وبدون إطالة، مع التمرين رقم 7 المعنون بهذا العنوان معاينة التوتر الكهربائي، يقول: خلال التسجيل برسم الاهتزاز مهبطي لاحظ التلاميذ الشكل التالي على الشاشة، حيث المسح الأفقي هو S H قدره 1 ملي ثانية للتدريجة، أما المسح العمودي أو الحساسية الشاقولية فقدرها SV يساوي 0.5 فولت للتدريجة. اختر الإجابة الصحيحة. أعطى لنا الخيارات التالية: الدور يساوي 4 ملي ثانية، 6 ملي ثانية، 2 ملي ثانية، 1.5 ملي ثانية. ثم المطلب الثاني: نجد القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي المتناوب من بين القيم المختارة، هل هو 2 فولت أم 3 فولت أم 1.5 فولت. ثم نستنتج قيمة التوتر كذلك، هل هي 16 هرتز أم 250 هرتز أم 0.25 هرتز. إذن بالنسبة لقيمة الدور، هي يعني كيف نختار الإجابة الصحيحة؟ علينا أن نذهب إلى تطبيق العلاقة التي درسناها. الدور تي يساوي الحساسية الأفقية في عدد التدريجات الأفقية، التطبيق العددي تي 1 ملي ثانية هو قيمة الحساسية الأفقية، عدد التدريجات كما نلاحظ في المنحنى هو 4، يعني هنا نستبعد هذا الجزء غير الظاهر بالكامل، ونستبعد كذلك هذا الجزء غير الظاهر بالكامل، نأخذ هذه النوبة بكاملها، إذن من الصفر إلى القيمة القصوى، إلى الصفر ثم إلى القيمة الدنيا ثم إلى الصفر، هذه موجة واحدة، إذن عدد تدريجاتها هو 4، إذن نضرب 4 في 1 ملي ثانية نجد 4 ملي ثانية، وبالتالي تكون الإجابة الأولى هي الصحيحة، T يساوي 4 ملي ثانية. نمر إلى التوتر الأعظمي بنفس الطريقة، القيمة الأعظمية Emax للتوتر المتناوب، Emax تساوي الحساسية العمودية مضروبة في N. الآن أعطي لنا الحساسية العمودية قيمتها 0.5، نحسب عدد التدريجات الموجبة فقط، يعني لا نجملها مع التدريجات السالبة، إذن في التدريجات الموجبة لدينا 3 تدريجات، إذن تصبح 0.5 في 3 ويكون الناتج هو Emax يساوي 1.5 فولت. ومنه كذلك نستنتج التواتر، لدينا العلاقة قيمة التواتر F للتوتر المتناوب، نطبق عليها هذه العلاقة، F يساوي 1 على T، إذن T معلومة الآن معنا، نطبق 1 على هنا ننتبه، قلنا الزمن الذي وجدناه هو بالملي ثانية، في التواتر الزمن يحسب بالثانية، يعني نحول هذا المقدار 4 ملي ثانية إلى الثانية، نقسم على 1000 نجد الناتج، نقسم 1 على 0.04 فنجد الناتج هو التواتر يساوي 250 هرتز. إذا نمر إلى التمرين الموالي الثامن، اقرأ على شاشة رسم الاهتزاز المهبطي، عند معاينة التوتر الكهربائي المتناوب برسم الاهتزاز المهبطي لاحظ التلاميذ الشكل التالي على الشاشة، يقول: ما نوع التوتر الكهربائي المشاهد على الشاشة؟ علل إجابتك. إذا فنوع التواتر أو نوع التوتر الكهربائي المشاهد على الشاشة هو توتر متناوب، التعليل لأننا نلاحظ بأن هذا التوتر يتغير بقيم موجبة وأخرى سالبة بشكل دوري منتظم، أي يأخذ قيما موجبة وقيما سالبة متماثلة بصفة دورية فهو متناوب. استنتج القيمة المنتجة لهذا التوتر الكهربائي، حيث المسح الأفقي هو 10 ملي ثانية للتدريجة، والحساسية الشاقولية هي 2 فولت للحساسية أو للتدريجة. إذا هنا كيف نحسب أو كيف نستنتج القيمة؟ أولا يعني هو هنا يطلب التوتر الفعال، ونحن لا نستطيع إيجاد التوتر الفعال إذا لم نقم باستنتاج أو حساب التوتر الأعظمي. إذن فقيمة التوتر الأعظمي Emax تساوي الحساسية العمودية في عدد التدريجات،
الحساسية العمودية أعطيت لنا 2 فولت للتدريجة، إذن معنا 3 تدريجات، إذن نضرب 2 في 3 نجد القيمة تساوي 6 فولت. ثم نذهب إلى تطبيق العلاقة، التوتر الفعال، التوتر الفعال إيفيكاس يساوي التوتر الأعظمي على جذر 2، ونطبق فنجد يعني 6 على جذر 2 نجد بالتقريب 4.25 فولت. هنا نلاحظ بأنه أعطيت لنا قيمة في التمرين وهي قيمة غير مستغلة، أعطى لنا المسح قيمة الحساسية الأفقية ولم يرد حولها سؤال، إذن فهذا يعتبر مثال التشويش في هذا التمرين، وإلا نضيف سؤال حول حساب الدور أو التواتر. إذن نمر إلى التمرين التاسع، أدرس إنارة دراجة. تحتوي دراجة كهربائية للإنارة في دراجة نارية على تحتوي دارة كهربائية للإنارة في دراجة نارية على منوبة وأسلاك توصيل ومصباح وإطار معدني. 1. أرسم مخططا بسيطا للدارة الكهربائية التي تسمح بإنارة المصباح. إذن مخطط دارة كهربائية التي تسمح بتوهج أو إنارة المصباح يكون بهذه الكيفية. إذن هذا هو رمز المنوبة، ونوصل معه مصباح، إذن فيتم التوهج عند تشغيل المنوبة بشكل مباشر. المطلب الثاني يقول أضف إلى مخطط الدارة جهاز يسمح بقياس التوتر الكهربائي بين طرفي المنوب. إذن فالجهاز الذي يسمح بقياس التوتر بين طرفي المنوب، إذا كنا نقصد التوتر الفعال فهو الفولت متر، إذا نربط الفولت متر على طرفي المنوب ونقيس فيعطي لنا قيمة التوتر الفعال أو التوتر المنتج في هذه الحالة. في المطلب الثالث يقول عند توصيل مربطي المنوب بمدخلي راس اهتزاز مهبطي بمسح زمني قدره 5 ملي ثانية للتدريجة وحساسية شاقولية قدرها 2 فولت للتدريجة ظهرت موجات منتظمة، هل التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة متناوب؟ برر إجابتك. إذن نعم، فالتوتر الكهربائي المسجل على شاشة الراسم هو توتر متناوب، لأنه قلنا يتغير بقيم موجبة وسالبة منتظمة وخلال زمن ثابت. إذن بعد ذلك يقول حدد بيانيا قيمة التوتر الأعظمية إيماكس بين طرفي المنوب. إذن إيماكس نحسبها بتطبيق العلاقة، القيمة الأعظمية إيماكس للتوتر الكهربائي بين طرفي المنوب هي قلنا إيماكس يساوي أس في ضرب أن. أين هو الأس في؟ أعطى لنا الحساسية العمودية 2 فولت، وأن نحن نستخرجها من المنحنى وهي عدد التدريجات الموجبة. إذن هنا الصفر 1 2 3 معناها نضرب 0.5 معذرة 2 فولت في 2 نجد 6 فولت. قلنا السؤال الذي يليه حدد قيمة الدور تي واستنتج تواتره. إذن الدور تي لهذا التوتر المتناوب يحسب كذلك بالعلاقة تي يساوي اس اش ضرب ان. الحساسية الأفقية هي 5 ملي ثانية. عدد التدريجات نحسب عدد التدريجات الأفقية، لاحظ قلنا نستبعد هذا الجزء لأنها نوبة غير كاملة، نستبعد هذا الجزء كذلك نوبة غير كاملة، نأخذ هذه النوبة بالكامل يعني من هذه النقطة إلى هذه النقطة. إذن عدد التدريجات التي استغلتها أو استغرقتها الموجة أو الدور هو 6 تدريجات، معناها سنضرب 5 في 6 نجد قيمة الدور تساوي 30 ملي ثانية. بما أنه يطلب أن نستنتج التواتر علينا أن نحول هذا الزمن إلى الثانية تي يساوي 0.03، أي قمنا بالقسمة على 1000. نطبق العلاقة الخاصة بالتواتر F لهذا التوتر المتناوب، F يساوي 1 على T، نطبق 1 على 0.03 نجد التواتر في هذا المثال هو 33.33 هرتز. إذا نمر إلى التمرين الموالي، التمرين العاشر يقول في حصة الأعمال المخبرية أنجز بعض التلاميذ مع أستاذهم التجربة المبينة في الرسم التالي. عند تقريب القضيب المغناطيسي بقطبه الشمالي نحو الوشيعة لاحظوا أن الصمام دي 2 يضيء وأن الصمام دي 1 لا يضيء، فسر هذه الملاحظات مستعملا جهة مرور التيار الكهربائية. إذا أخذنا هذه الصورة، فعندما نقرب المغناطيس فنحن نعلم أن المغناطيس ينتج توترا متناوبا، وبالتالي فيكون التيار متناوب. فعند إدخال المغناطيس أو تقريب المغناطيس من أحد وجهي الوشيعة لاحظنا أن
الصمام دي 2 هو الذي يتوهج. لماذا؟ لأن في هذه الحالة الصمام دي 2 موصول بشكل متوافق مع جهة التيار، إذن فهنا التيار يمر من المدخل للصمام ويمر بهذه الكيفية ليمر في دارة مغلقة بهذه الطريقة، في حين أن الصمام الثاني لا يمر من خلاله الكهرباء ولا بالتالي لا يضيء ولا يتوهج لأنه مركب بشكل معكوس، يعني سيأتيه التيار من جهة الخروج وبالتالي لا يسمح له بالمرور، ونحن نعلم أن الصمام مجهز أو مكيف لمرور التيار في جهة واحدة. إذن عندما نبعد المغناطيس عن الوشيعة ماذا يحدث؟ تحدث العملية العكسية، أي المغناطيس يحث الوشيعة على توليد توتر في الجهة المعاكسة، إذن فبالتالي عند إبعاد المغناطيس سيأتي التيار من الجهة الثانية، يعني في عوض أن كان التيار يمر من النقطة A من المدخل A للوشعة إلى B، صار عند الإبعاد يمر من الطرف B إلى الطرف A، حينما يمر في هذه بهذه الكيفية التيار سيأتي إلى الصمام 2 من جهة الصمام 1 معذرة الصمام 1 من جهة الدخول، وبالتالي فهو الذي يتوهج، في حين أن الصمام D2 يأتيه التيار من جهة الخروج وبالتالي لا يسمح له بالمرور، وبهذا يكون التيار بهذه الطريقة. إذن التيار أثناء هذه الحركة ذهابا وإيابا يكون قد مر بشوطين أو مرحلتين، في المرة الأولى يمر من النقطة A إلى النقطة B، في المرة الثانية يمر من النقطة B إلى النقطة A، وبالتالي فهو توتر متناوب أو تيار متناوب. يقول ماذا يحدث عند إبعاد، ماذا يحدث في التجربة الثانية معذرة؟ استبدلت الوشيعة بمولد للتوتر الكهربائي المتناوب وأضيف ناقل أومي لحماية التجهيز وتم ربطه برأس من اهتزاز المهبطي، أي يقول أننا استبدلنا الوشيعة ببطارية، التجربة استبدلت الوشيعة بمولد التيار الكهربائي معذرة في التجربة الثانية استبدلت الوشيعة بمولد للتيار الكهربائي وأضيف ناقل أومي لحماية وتم ربطه برأس من اهتزاز المهبطي، نعم، فتم الحصول على هذه النتائج، إليك الشكل الذي رسمه التلاميذ، استنتج بيانيا القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي. إذن من المنحنى المعطى لنا نستطيع أن نستنتج القيمة الأعظمية، القيمة الأعظمية هنا معناه المنحنى مدرج بشكل منتظم، إذن هذه القيمة هي 3، هذه القيمة هي 6، إذن Emax تساوي 6 فولت. بعد ذلك يقول ما هي القيمة التي يعطيها فولت متر، استنتج بيان ما هي القيمة التي يعطيها فولت متر مربوط على التفرع بين قطبي المولد. إذن حينما نربط الفولت متر على طرفي المنوب الذي معنا سنجد القيمة بتطبيق هذه العلاقة، يعني كيف وجدنا 4.25؟ قلنا الإيفيكاس يساوي التوتر الفعال إيماكس أو إيماكس على جذر 2، فبالتالي 6 على جذر 2 تكون بالتقريب 4.25. أوجد كل من دور وتواتر هذا التوتر الكهربائي، إذن لاحظ سعة أو لاحظ الدور للدورة الواحدة، فإنه يستغرق 0.2 0.4، إذن الدورة الواحدة تستغرق لنا 4 تدريجات، كل تدريجتين هي نصف دورة وقيمتها 0.2 ثانية، إذن فالدور هنا قيمته تي تساوي 0.4 ثانية. بعدما وجدنا الدور نستطيع استنتاج التواتر، إذن التواتر F يساوي 1 على T، ونطبق F يساوي 1 على 0.4 فيكون التواتر F هو 2.5 هرتز حسب هذه المعطيات. إذن هذا بالنسبة للتمرين العاشر. إذن نقف عند هذا الحد ونترك ما تبقى من تمارين إلى حلقة قادمة بإذن الله. إذا إلى ذلكم الحين
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.